ديال السوق الجملة لبيع الخضر والفواكه، ومشاركة كذلك ديال جمعية مناوي بسوق الجملة، وكذلك المكتب المحلي ديال الاتحاد العام للشغالين داخل السوق. هذه المبادرة اللي هي إن دلت على شيء إنما تدل على أن اللحمة والتكامل ما بين جميع منتسبي ومكونات سوق الجملة أصبحت في طور، أو لا أصبحت في واحد مستوى اللي يبشر بالخير، يبشر على أن الجميع يعرف ما له وما عليه. كتبشر بأنه هاد الإخوان ماشيين في الطريق الصحيح، الطريق اللي هو أنه يكون واحد تكافل واحد تعاون ديال مع مجموعة ديال المنتسبين جميعا، الكل مستعد أنه يتعاون، الكل أنه مستعد أنه يسمح في واحد شوية حقه، ولكن في إطار أنه تكون سوق الجملة في مستوى التطلعات ديال هاد المنتسبين. سوق الجملة الذي لا زال كحاله كما هو عليه، نضلنا لمدة سنة مع مجموعة ديال الإخوان كاملين يعني بدون استثناء، ولكن سوق الجملة لا زال يعاني الأمرين. سوق الجملة يعاني من الفوضى، يعاني من مجموعة ديال الاختلالات، ليست المادية، لأن اللي يسمع الإنسان اختلالات يقول المادية، وإنما اختلالات تنظيمية. اليوم سوق الجملة كيعرف وافد جديد وهو المدير الجديد، نتمنوا له التوفيق في هذه المهمة ديالو، نتمنوا أنه يكون بشرى خير على هذه المجموعة ديال الإخوان، نتمنوا أن المجلس البلدي يعيد النظر في التصرفات ديالو، تصرفات ديال اللامبالاة، تصرفات ديال أنه مرفق عمومي لا يهمه، مرفق عمومي مهم وحساس، له علاقة بالمواطن المغربي، له علاقة بالمواطن الفاسي، له علاقة بالمداخيل اليومية ديال مجموعة الإخوان، ولكن لا حياة لمن تنادي. نتمنى صادقين أن المجلس البلدي يشوف من حال هذا السوق. ومن اللي كنقولوا نتمنى، ومرارا وتكرارا كنقولوا نتمنى أنه المجلس البلدي يشوف من حال سوق الجملة، فهذا ماشي من ضعف، وإنما في إطار واحد روح ديال مواطن عادي كيطلبك تعطي يعني أبسط الحقوق ديالو. فكيف يعقل أن الإنسان كيبيع الخضرة ديالو ولا كيبيع تحت الأمطار؟ كيف يعقل أنه حتى مرافق صحية ما كيناش؟ كيف يعقل أن تنظيم داخل السوق ما كاينش؟ كيف يعقل أن الأسواق العشوائية لازالت ترتع فسادا داخل المدينة؟ فين ما مشيتي كاينين الأسواق العشوائية، وتجي عند واحد التاجر كيعشر، كيخلص الضرائب ديالو، كيكذا، كيدير مجموعة ديال الواجبات ديالو، ما تعطيش أبسط الحقوق. فصراحة شنو نقول لك، تعيط تهضر في هذا الشيء اللي واقع في سوق الجملة، ولا حتى من غير سوق الجملة، غادي نقول هزولات وانتهى واعتذر. هزولات يعني الى رجع الانسان كيطلب واحد الحق ديالو، تيعشر عليه، تيخلص عليه الواجبات ديالو، ما تعطيهش الحقوق ديالو، اذا تقول له بطريقه غير مباشره ما ديرش الواجبات ديالك وما تخلصش. وهذا الشيء ما بغيناش نوصلوا له، ما بغيناش ان هاد الناس يكونوا كيدفعوا هاد عباد الله الفتنه. لاحظنا بان هاد الالتفاته اللي هي انسانيه جات ما بين الاخوان بيناتهم، شي كيعاون شي، وهذا في حد ذاته يعني مكتسب، هذا في حد ذاته واحد الحاجه اللي كنفرحوا لها ملي الانسان يشوف من حال خوه، فهذا في حد ذاته قلت مكتسب. الناس ديال المناوبين واحد الفئه اللي هي ضعيفه، ما عندها تغطيه صحيه، ما عندها مستقبل يعني عملي ديالو مستقبلا. واحد السيد تيخدم بنهارو كما كيسميوه معاشو ولكني خدام في وسط واحد المرفق العمومي، لما لا نشوفو من حال هاد الناس ونحاولو ننظموهم؟ لما لا نحاولو نشوفوهم عام من حال هاد الناس ونعطيوهم شي مكتسب؟ ولكن لا حياة لمن تنادي، فاقد الشيء لا يعطيه، المجلس البلدي فاقد لكل شيء، ليس لديه ما يعطيه. نسأل الله أن يعطينا ويعطيكم الخير والبركة، والسلام عليكم ورحمة الله.